السلام عليكم اعزائي مشاهدينا ومتابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. لقاء جديد من داخل محافظه دمياط، وحاله طقس سيئه تضرب المحافظه الحقيقه منذ الساعات الاولى من الصباح، ومحافظه دمياط بتشهد تساقط كثيف في الامطار، رعد، برق، وارتفاع في منسوب مياه نهر النيل، وايضا هناك سرعه في الرياح، ولكن تظل درجات الحراره في معدلاتها الطبيعية. يمكن المدن اللي تأثرت بموجة الطقس السيء في دمياط كان على وجه التحديد مدينة راس البر، واحدة من المدن اللي تأثرت. احنا بنتكلم معاكم دلوقتي والأمطار شغالة، أمطار مستمرة على مدينة دمياط وبعض مدن المحافظة بشكل مستمر. يمكن هناك خطط تم اعدادها من قبل ديوان عام محافظه دمياط برئاسه الدكتوره منال عوض محافظ دمياط لاستقبال هذه الموجه، وكان ابرز خطوات هذه الخطه صيانه اللافتات الاعلانيه المتواجده بالشوارع، وايضا وجود حملات مكثفه لصيانه اعمده الاناره، انتشار معدات الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي اللي ربما تحتاجها الامور الى تدخلها لتصريف مياه الامطار لو استمر الحال على هذا الامر، يعني لو استمر الطقس في دمياط على هذا الامر. خلينا نبص، غيوم يعني مسيطر على سماء المحافظه زي ما حضراتكم شايفين، وده المشهد اللي الناس صحت الصبح اتفاجئت فيه. الموضوع كان يعني اكثر بكثير من توقعات المواطنين، كاننا في عز الشتاء. حركه المرور زي ما انتم شايفين هدأت كثيرا في ميادين محافظه دمياط العامه، ويمكن ده برضو تاثرا بحاله الطقس، الناس ما نزلتش كتير. والله اعلم الحاله هتفضل كده لحد فين، يعني ممكن الطقس يتغير في محافظه دمياط بشكل مفاجئ، وده اللي بيحصل الايام الماضيه ان الطقس بيتغير من حين لاخر. ولكن يعني خلينا نقول الامس كان الطقس في معدلاته طبيعيه جدا، كان حاله الطقس طبيعيه جدا،